الفنان نفسنا مسؤولين اي فنان اليوم ممثل او كان رسام او كان نحات او مطرب او اي شيء بداخل اطار الفن، احنا لازم انه نقدم كتوعيه كانه نوصل فكره للشعب عن طريق اي موهبه كانت. حلو، زين انت يا مدرسه اليوم تحبين؟ والله انا احب كل المدارس، يعني هو التشكيلي كل مدارس انا اقرب شيء لي البغدادي كوني بغداديه. ويعني احسها انه توصل لي يعني شيء، حتى لو ارسم من عندها مثلا لوحات بسيطه اللي هي بغداديات وشناشير وغيرها بغداديات وشناشير، البعض يشوفوها اصلا هاي مدرسه ممله، ونفس الشيء شناشير نفس العبايه نفس الزراق نفس اللون التركواز مطروح على اللوحه. نعم. بس هذا الشيء تراثي ما حد يقدر يمنعه، ما حد يقدر يمل من هاي المدرسه، ما حد يقدر يقول شنو هاي اللوحه واحد يقدر يستفسر عنها. صح، هي معروفة. تقرأ نفسها. نعم. هي بكل دول العالم تخلي البغداديه هي تعرف نفسها بنفسها. صحيح. صح. فهاي الشيء طبعا شيء اكيد اقرب الي كوني بغداديه وامثل بلدي. زين هالقد ما تطين انت ما شاء الله الهدايا مالتش للوحات توزعت كلها ما بقى تطين المعرض راحت اللوحات. أيوة شاركين باي مكان راحت اللوحه. أيوة اليوم تخطيطاتك كلش حلوه، بدنا نشوف شيء من التخطيطات مالتك يا رسل. ان شاء الله هاي التخطيطات يعني كتمارين لازم انه هاي التخطيطات تمارين تقوين ايديك. لازم انه لازم الرسام ما يقطع عن انه يمارس. عندي هنا صوره يعني اذا مبينه خلي نشوفها قدام الكاميرا، خلي نشوف شيلي الرسم هيك اذا ممكن. نعم تمام. هاي كفكره لابو جعفر المنصور، يعني احنا معروفين انه ابو جعفر المنصور التمثال مالته اوكي والعمامه واللحيه مالته، بس احنا ما متاملين ابو جعفر المنصور اذا قاعد صفح او دا يسولف او باجتماع او يعني او الى نظره مختلفه. ابو جعفر المنصور احنا دائما نشوفه بالتمثال ونشوفه بس
الفلكه وابو هذا ابو جعفر المنصور، بس ليش ما الفنان اليوم والرسام يتامل ابو جعفر المنصور اذا كان له نظره مختلفه؟ مو التمثال شوي يكون صامت، بس لا بالرسم نقدر نبدل، نقدر نخلي به نظره مختلفه. ضفتي اضافات؟ اضافات نعم. هاي هذا ابو جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور هنا اكو شخصيات بس للتمارين يعني سكتشات عاديه. حلو حلو. هاي للمراه البدويه عصابة. هاي احلى بعد. هاي المرأة الاسبان والاهل الشفقات وهاي، احنا لازم نتنوع يعني نحط حركات مو كله شعر. هاي مش ممشطة ليش؟ هاي الاجنبية اللي شعرها يكون شوية قصير وطاير بالهواء. زين حلو. هاي طفلة يعني مجرد تمرين سريع عشان ما نقول، بس ظل وضوء يعني ظل لون واحد تون واحد والضوء تون واحد وخلاص، يعني ما متعقده بيها هواي، هاي للسرعه انه حتى ما ايدي تتعب او اعطلها. زين. هنا هاي اللوحه الشهيره معروفه بلمعه القرط مالتها اللي هي التركيه، اشتهرت لان اكو لمعه بالتركيه. فهاي اصلا لحد هسه مجهوله الجنسيه، ما يعرفوها يا دوله. ما يعرفوها البنيه اللي شنو جنسيتها، هي البنيه شنو يعني ليها دوله. ف يعني حالها حال الموناليزا مشهوره، هم تين تمرين بسيط لها يعني وسريع حتى يعني رغم هاي رسم الجمال التمارين اللي قاعد اشتغلها اللي تشوفين رسم التمارين التخطيطات مالتها هذا التمارين وهيك قوه جمال وهيك جمال. زين الزيت لوحات الزيتيه عندنا لوحه زيتيه اليوم جبتها بهذا القياس. هاي يعني شلون اقول لك، كانت بزمن العثمانيين بزمن ابو جعفر المنصور يعني بزمن الحكام القدامى وبزمن الملوك، كانت هاي هديه ثمينه يعني انه انت تهدي جره وعنب فتكون هديه ثمينه للملوك. فيعني يعتبروها اعتزاز، يعتبروها رمز، يعتبروها هدية شلون ما نقول مقدسة إذا الملك كان ثري. هاي يعتبرها هدية. هدية. زين تعطيني اللوحة. هي هدية يعني حصل. تفضل. زين أنت يعني شوفي طبعا مشاهدينا القصة اللي حكتها رسم على هاي الجرة إنه هي عبرتها عن اللي قلتي الملوك اللي اهدوهم إنه هاي الجرة. هي اللي الهدف الغايه من عندها انه احنا كوننا انه بالعراق وهارد احكي بصريح العباره يعني الفنان شوي الرسام يكون متقيد بالرسم مالته، ما يقدر انه يرسم كل اللي بداخله، ما نقدر نرسم مثلا اجساد، ما نقدر نرسم صحيح. ما نقدر نرسم مثلا خمر، ما نقدر صح. لان راح يكون عندك انتقادات بصوره مبالغ بها. فانا يعني قلت لكم راح احكي بصريح العباره. فنلقى اليوم اذا انت الرسام رسم فلان لوحه جريئه ما راح تنعرض معرض صح، حتى بالمعرض حتى بمعهد اكاديميه ما راح تلقى عندك انتقادات صحيح. فانا اليوم حاولت انه بهاي اللوحه ارسم فكره جريئه وليس لوحه جريئه، انه هاي تقصد الخمر اللي تهدى للملوك دائما قبل سابقا يهدوها بجرات وياها عنب اللون الاحمر، فهاي ترمز عن الخمره، فهي هاي اللي يعرف اللي مثلا واصل مرحله بالثقافه الفنيه راح يعرف انه هاي ترمز على الخمر، انه ما دام جره فخاريه وعنب هاي خمره، بس ما نقدر نرسمها بطريقه واضحه انه هاي خمر وكاس ولون احمر هاي، فما راح نقدر نرسمها. وصلتيها بصوره معبره بفكره حلوه. ما نقول نحن على قولتي بمجتمع شوي متحفظ يعني وينتقد، بس انا اشوف اليوم بالمواقع التواصل مو ذاك التحفظ اللي مثل قبل، يعني اكو انفتاح واكو مساعدات واي صوره ممكن انه لها جمهورها. هو هسه اليوم نقول مواقع التواصل الاجتماعي صايره عباره عن سي في، انت ما تقدر اليوم تنشر شغله اذا ما راح تلاقي عليها انتقاد او شيء، او اذا تريد تقدم مثلا اي وظيفه كانت بمجال الاعلام بمجال المعرض بمجال اي مجال فني
رغم صفحتك كانت فيسبوك او انستغرام او اي موقع تواصل اجتماعي هي عباره عن سي في، راح يشوفوش انت شو تنشرين. صحيح. حتى لو كان المنشور جريء، انت قلتي اكو نشرات جريئه، نشرت اوكي منشور جريء، بس صارت علي مثلا فكره انه رسم هيك منشوراتها، رسم هيك ترسم، فيعني مثل السي في عليك على موقع التواصل. صحيح. اليوم بحياه رسم الخاصه تاثر على موهبتها؟ طبعا، يعني من قبل سنه تزوجت وصارت عندي طفله الحمد لله. الله يخليك. فشفت اكو يعني تاثرت، يعني موهبتي تاثرت، يعني من مسؤوليات، من واجبات منزليه، واجبات زوج، واجبات اطفال، فيعني تاثر هوايه. فلازم الفنان اهم شيء ما يقطع، يبقى يتمرن، يبقى مثلا هسه مثل ما انا سويت هاي التمارين خلال السنه كامله، لازم الرسام يتمرن على مود ما تعطل ايدي او ما تخرب، يعني مثل جهاز الايد. طبعا صح. رسم فنان شخص عادي لو يمتلك احاسيس مختلفه عن الاخرين؟ هذا السؤال طبعا معروف انه هو الفنان له احاسيس، شو ما نقول، احساس عابر مرحله انه انسان طبيعي او انسان عادي. احاسيسه ما تكون دائما نفس الباقين، لا بالعكس، تشوفه انه يفتهم كل شيء قبل لا يصير الامر، يحس قبل لا يكون كل شيء يعني يحدث الامر، تشوفه مثلا حساس من ابسط الاشياء، من ابسط المواقف، ياثر بنفسيته كل شيء، وينقل نفسيته، ينقلها على اللوحه، ينقلها على الورقه مالته بايده، بالورقه والقلم ينقل احساسه للوحه. فتشوفه دائما مختلف، يعرف الناس من عيونها، يعرف صح. هذا الانسان من نفسه وشخصيته، فتلقاه احسن يعني. صح، مرات حتى من الوان الملابس انه شخصيته. اي طبعا تعكسها بالستايل مالته. بالمظاهرات قدمتي شيء؟ والله انا بالمظاهرات كان فتره زواجي فتره المظاهرات. فيعني رسمت كم تخطيط بسيط ونزلته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوينا جروبات لكم فنانين ورسامين داخل اطار معهد فنون جميله واكاديميه فنون جميله. اتفقنا وراحوا هم، يعني انا شفت من ضمن الجروب رسمت تخطيطات وارسلتها عن طريق الاونلاين. وهم اللي راحوا وجسدوا اللوحات على جدران النفق وساحه التحرير ويعني وين اماكن المظاهرات. زين، زوجك ما شجعك انه تروحون وهيك؟ والله هو شجعني وانا هم شجعته، بس بنفس الوقت يعني كان يعني انه زواجي مو داخل بغداد بذاك الوقت، انه انجبرت وحجوزات وهاي، فانه سافرت بس بقيت عن طريق الاونلاين. اصدقائي وصديقاتي اتفقنا وسوينا سكيتشات، واني عن طريق الاونلاين اراسلهم وادز لهم سكيتشات وهم اللي يروحون يطبقون. زين، رسم انت درستي معهد فنون جميله. كملتي الاكاديميه ولا كملتيها؟ والله ثاني مرحله اخيره خامس. معهد فنون جميله خامس. زين، شلون شفتي الدراسه بالعراق؟ برايك شفت اليوم اكيد يعني حبيتي تدخلين معهد فنون جميله وقسم الفنون التشكيليه، لكن شلون شفتي الدراسه بالعراق؟ شوف، هو يعني راح ادخل انا بغير فرع. زواجي يمكن فادني. تركين الفنون التشكيلية؟ لا يعني زواجي مرات أقول يمكن مرات عطلني عن هواي أمور، بس بنفس الوقت فادني، خلاني أجرب فنون جميلة خاصة يعني عراقية بس بغير محافظة. انتقلت لغير محافظة وداومت هناك فنون جميلة. أي محافظة؟ أربيل. نعم، بس يعني المعهد ما كان انه مال اربيل، لا كان معهد فنون جميله العرب في اربيل. فداومت هناك. شفت انه الوضع هناك شويه ماساوي. انا اريد احكيها اليوم ان شاء الله وتكون رساله ان شاء الله يفيدهم هم هناك. انا حاليا رجعت المعهد بغداد. ماساوي من ناحيه المكان، من ناحيه الجو ما متوفر للطلبه. اما من ناحيه الاساتذه والمدرسين لا ما مقصرين ودا يتعبون وياهم، بس يعني من اكو شيء ما دا يساعد وشيء
مدى يكفي الامكانيه الطالب، فهذا راح يشوف يعني الطالب اشياء صعبه ومأساويه راح تعطله وترجع عليه ورد بدل ما تقدمه. فاني شفت الافضل اني ارجع المعهد فنون جميله بغداد ورجعت الحمد لله. هنا الدراسة بعد العاصمة بغداد أساتذتها معروفين، صحيح. يعني أنا من رحت لهم يعني شكرتهم، قلت لهم أنا صارت لي فرصة أجرب بس رجعت ومدحتهم وقدام الإدارة ومدحتهم، لأن الدراسة في العاصمة بغداد يعني أحسن بهواية من غير مكان. زين، هي هو المعهد كان بأربيل؟ المعهد بأربيل. بأربيل يعني أربيل، ها أربيل مو مثلا محافظات قريبة؟ لا لا، في داخل أربيل. لا إيش عجب هيجي؟ إنما يعني شوية قلت ليش ما موفرين لهم، يعني كونهم إنه هم خطار شلون ما نقول في الإقليم، معهد فنون جميلة العرب في أربيل يعني خطار، فما مهيئ لهم المكان المناسب، الفكره انه الطلاب ليون يريدون يوصلون، انما لا بالفضاء، يعني عبالك انهم بس يردون يخلصون وخلص، انما ماكو عطاء، ماكو بالشكل الكافي. يعني هو اكو عطاء بس مو بالشكل الكافي، صحيح. اكو معارض بس مو بالشكل الكافي، مو كافي اذا ما يخلق الجو. اذا نعم بالضبط، هم دا يتعبون، هم دا يشتغلون، الاساتذه ما دا تقصر، الطلاب ما دا يقصرون، بس اني شفته مو بالشكل الكافي، فلذلك انه تركت المكان ورجعت لبغداد. ورجعت. تمام. طبعا انت هاي اللوحات جبتيها التخطيطات وهاي اللوحه زيتيه، ما قلت تجيبين باقي اللوحات زيتني اياها. طبعا اتمنى من مخرجنا انه يطلع لنا بعض من اللوحات الموجوده، خلينا نشوفها للرسامه رسم، خلينا نشوف بعض من اللوحات الزيتيه والتخطيطات الموجوده، خلينا نشوفها. راح نشوف هاي اللوحات اللي انت رسمتها اللي هي الزيتية وبعض من التخطيطات، لكن أكثرها زيتية. أخوة ما جي من كل اللوحات وياك الزيتية. أي بالضبط. فجزت إنها حتى نعرضها وخلي الناس والمشاهدين يشوفوها. خلي يشوفون اليوم رسم وإبداعات رسم. إن شاء الله. اللي ضاجة من اسمها. لا الحمد لله هسه لا كلش حابة اسمي. أكثر تكنيك محبب لقلبك شنو؟ أكثر تكنيك الشغل بالسكين، يعني السكين اللي هي آلة من أدوات من أدوات الرسم، صعبة ومو أي واحد يضبطها، والحمد أنا الحمد لله إيش قد ما أتطور أشوف نفسي مبتدئة، والفنان لازم يشوف نفسه مبتدئ لأن ما راح يتطور إذا شاف وصل نفسه للقمة، هذا يوصل للغرور الفني، هذا مو فنان. لا الفنان ما يتوقف، الفنان دائما يشوف نفسه مبتدئ، فأني بالسكين دائما أشوف نفسي مبتدئة، حتى لو اتطورت بالفرشة اتطورت بالقلم لا محبب إلى قلبي السكين، فلازم أطور نفسي بيها. زين، شلون تتعامل الناس بطريقة تجارية مع الفنان؟ شوية هذا السؤال هم حساس وصعب، يعني هو قلت لك بالبداية إنه الناس قبولها على الرسم شوية مو ذاك القبول، لأن إحنا بمكان مأساوي، بدولة مأساوية. لكن لو خلية قلبت أكيد أكو أذواق. أكو بس بأقلية وصعب إنه تتعاملين وياهم، لأن دائما مش ما يقدرون التعب، ما يقدرون إنه أنت باقي من فلان وقت وكذا أسبوع وكذا شهر تنفذين لوحة، ويمكن تسهرين الليل ويمكن ما تنامين الليل اصلا تنفذين لوحة، وبالاخير يجي يعطيك سعر، يعني انت من يمتش انه تحس بداخلك، ما يقدر التعب، ما يقدر السهر، ما يقدر التعب، وبالاضافه المصاريف. مصاريف الرسام معروفه، يعني طبعًا. الالوان اذا واحد يريد يشتغل شغل يعني مضبوط طبعًا. فراح يكلفه، هو يكلفه تعب ويكلفه ماديا. زين اليوم لوحاتك اقل لوحه كم سعرها؟ اقل ولا اكثر؟ اقل سعر. اقل سعر يعني 50-75، هاي الأكثر. أقل شيء. الأكثر أنا أعرفه. الأكثر فحسب الحجم بعد وحسب السكيتش المطلوب. أها، طبعاً رسم أنت نورتينا اليوم. تسلم. ولو الوقت قليل وياك، عندنا هواي مواضيع تسألها. أنا استمتعت طبعاً وياكم وأشكركم جزيل الشكر.
واهم شيء انه واحد يشوف هاي الوجوه الطيبه. الله يعزك. اشكر الكادر الحمد لله. الله يعزك. اكيد احنا يعني لوحاتك راح نشوفها وتنعرض بالشاشه. اكثر من لوحه انت دزيتي اللوحات الزيتيه وعملتش بالتكنيك بالسكين ان شاء الله. زين رسم اخر كلمه تحبين توصليها اليوم انت لناسك ومحبيش كرسامه. كرسامه انه يعني للرسامين ف يعني اهم شيء انه يواصلون، اهم شيء انه يشاركون الوضع بلوحاتهم، يشاركون العراق بلوحاتهم، لان احنا رساله. احنا اليوم رساله، مهما يشوف صعوبات الرسام، مهما يشوف معاناه، لازم الرسام يوصل رساله، يوصل كلمته عن طريق لوحته. فاني اوصي اليوم الفنانين والرسامين بكل العراق من شماله لجنوبه، مهما يكون الوضع صعب، مهما يكون المكان صعب، لازم يكون يواصل ويوصل. احنا محتاجين الى بهجه. اي والله صح. تمام. شكرا لك رسم وحياك الله، نورتينا واكيد هاجيتك حلوه ويانا ببرنامج نساء مراء الصباح. مشكور. تحياتي. شكرا لك.